بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نرحب بحضراتكم ومع اللقاء نتجدد مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، لو لعلكم تتحدثون عن صوم الوصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو الصوم الواجب ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما الوصال معناه أنه لا يفطر عند غروب الشمس، وإنما يواصل صوم يوم آخر، صوم يوم آخر، فيصوم اليومين والثلاثة وأكثر من غير إفطار. هذا هو الوصال، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يواصل فيصوم الأيام من غير أن يتخللها فطر. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: يا رسول الله إنك تواصل، فيقول: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الأمة فالأفضل لها، بل الواجب، ترك الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وذلك رفقا بالمسلمين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان له خاصية لا يشاركه فيها أحد، كما أنه كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، هذا خاصية له صلى الله عليه وسلم. ولكنه رخص، قال: إذا كان لابد من أن يواصل المسلم فليكن إلى السحر، فيواصل إلى السحر، هذا مباح، يباح له أن يواصل إلى السحر، يعني يصوم النهار ويصوم الليل، فإذا جاء السحر فإنه يفطر ويتسحر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا من الأسئلة يقول الأخ: أقضي نهاري في رمضان نائما أو مسترخيا حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟ هذا نقص في صيامك، لأن شهر رمضان كله خير وكل أوقاته فضيلة وكل أوقاته مباركة، فلا يليق بك أن تتكاسل في النهار وتنام، تكثر النوم أو تكثر الكسل والفتور، فإنها تفوتك هذه الفرصة. وعليك أن تنام بالليل، لأن نومك بالنهار أو تكاسلك قد يكون سببه السهر في الليل، كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان، فإنك تنام من الليل قدر ما تحصل على الراحة، راحة الجسم، ويغنيك عن الصوم الكثير، يغنيك عن النوم الكثير في النهار. إنما النوم في النهار في وسط النهار، تنام من الليل ما يرتاح به جسمك، وكذلك تنام من النهار في القيلولة ما يرتاح به جسمك وتنشط به على قيام الليل. فالنوم بقدر من الليل والنهار، أما الإنسان الذي يسهر الليل وينام النهار فهذا خاسر، خصوصا في هذا الشهر العظيم، فلا يصلي مع الجماعة أو يخرج الفرائض
عن وقتها فإن هذه محرمات، وهذه المحرمات قد تبطل صومه أو تؤثر فيه تأثيرا بليغا، فعلى المسلم أن لا يتلاعب به الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. وما صحة حديث نوم الصائم عبادة؟ هذا ليس حديثا فيما أعلم، وإنما هو من كلام بعض السلف، بمعنى إذا نوى بنومه تقوي على العبادة، كأن ينام من الليل من أجل أن يقوم آخر الليل، وكأن ينام في القيلولة من أجل أن يتقوى على قيام الليل وصلاة التراويح، فهذا يكون عبادة لأنه ينويه للتقوي على طاعة الله عز وجل. أما النوم الذي ينويه للكسل ويترك به فعل الطاعات فهذا نوم مذموم، أو قد يكون محرما إذا ترتب عليه تضييع الفرائض. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ولكن هناك بعض الناس من يترك صلاة العصر لنوم بعدما يأتي من عمله، هل لكم توجيه في ذلك فضيلة الشيخ صالح؟ لا يجوز له أن يترك صلاة العصر وينام بحجة أنه جاء من عمله، فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ثم ينام بعد صلاة العصر. أما أن يترك صلاة الجماعة وينام ويؤخر صلاة العصر وقد يخرجها عن وقتها ولا يصليها إلا في الليل، هذه خسارة عظيمة وهذا خطر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والمراد بفاتته يعني فات وقتها، فإذا فوت وقتها ونام إلى أن غربت الشمس ثم صلاها بعد ما يستيقظ فهذا فاتته صلاة العصر وأخرجها عن وقتها، فعليه هذا الوعيد أنه يحبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وصلاة العصر ما تستغرق من الإنسان إلا دقائق معدودة ثم يرجع وينام بعدها، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ثم يرتاح وينام. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجعل الله جعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. على خير، نلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.